كلنا بنقابل ناس في حياتنا مهما نرفع من الدرجة المعنوية ليهم ونحفزهم على التفوق والنجاح مش بنلاقي أي استجابة منهم. طيب أنا عشان أنمي مهاراتهم وأحقق هدفي يبقى مهم أعرف إزاي أتعامل مع الطبيعة الإنسانية. بيتم التعامل بطريقتين خصوصا مع الناس اللي أول مرة تقابلهم. الطريقة الأولى بتسمى نظرية إكس والطريقة الثانية بتسمى نظرية واي. هنيجي نتكلم على نظرية إكس اللي هي الطريقة الأولى. والنظرية دي تشاؤمية جدا، معنى إنها بتفترض الخطأ في كل الناس المحيطة حواليها إلى أن يثبتوا العكس اللي هم ناس كويسين، على طريقة كده المقولة اللي بتقول الإنسان متهم حتى يثبت براءته. أما بالنسبة لنظرية واي هي عكس نظرية إكس تماما، هي نظرية متفائلة جدا وبتصير تفترض الصواب أو الصح في كل الناس اللي حواليها إلى أن يثبتوا العكس، على طريقة برضو مقولة الإنسان بريء إلى أن يثبت إدانته، عكس المقولة الثانية تماما. طيب تعالوا نحلل كل نظرية ونشوف الافتراضات اللي بتكون فيها وإزاي طرق التعامل معها. أنت قدام حاجتين، إنسان متشائم وإنسان متفائل. تعال نشوف نظرية إكس أول حاجة اللي هي نظرية تشاؤمية وإزاي الافتراضات بتقوم عليها. أول حاجة أنت بتفترض إن الإنسان شايف إن العمل دوت شاق جدا، يعني حاجة صعبة، وإن العامل أصلا شخص كسلان، شعره في الحياة الكسل عسل، وما بيحبش العمل وغير طموح وبيهرب من المسؤولية وما بيتحركش غير بالفلوس على طريقة رشا بتسلم عليك، بيدلعوا الرشوة يعني. طيب إزاي أتعامل مع شخص زي كده أو الأشخاص اللي زي كده في أي مكان، في العمل أو في الشغل أو في أي حتة أو في التعاملات الإنسانية؟ بيكون التعامل كالآتي: لازم تنفرد بالقرارات لوحدك، دي أول نقطة، وما ترجعش لأي حد في أي قرار بتتخذه. كمان لازم تهيمن على سير الموضوع أو أي عمل بتقوم به، وأي خطوة لا تتم إلا تحت إشرافك ولا تثق إلا بنفسك، ده كله هيكون تحت إشرافك عشان تحقق هدفك. ده كده النظرة التشاؤمية أو نظرية إكس. هنيجي نتكلم بالنسبة لنظرية واي المتفائلة. هنشوف الافتراضات ايه بالنسبة لها. ان الناس بتكون مستمتعة بأي عمل بتقوم بيه، بحس ان مفيش ارهاق، مفيش ملل، مركزة انها تحقق الاهداف، اشخاص ملتزمين بطبيعتهم. طيب ازاي بيكون التعامل معهم؟ اول حاجة بيكون عن طريق القرارات، لازم تكون بالتشاور بينهم، وانت كمان لازم تحسسهم ان المكان دوت فيه انتماء ليهم، كمان بتشجعهم على العمل الجماعي في النهاية اللي هو روح الفريق الواحد. كلنا بنرجح الطريقة اللي هي المتفائلة، لكن تعالوا نشوف التحذيرات المهمة للطريقة دي ايه. اول حاجة، الاشخاص ممكن يسيئوا لاستخدام السلطة الممنوحة ليهم، كمان عدم وجود سياسة او قرارات صارمة ليهم. ثالث حاجة، احيانا بعض الناس بتبدأ تشتغل او تتحرك بمفردها. يبقى نرجع للسؤال اللي بدأناه في اول الفيديو، وهو ازاي انا بحفز العامل وما بيستجيبش. لا، عشان يستجيب ليك لازم بعض الحاجات لازم تعملها. لازم تعد مكان كويس ليه مريح، لازم يبقى فيه عد بينهم مع بعضهم، كمان لازم تركز على الطبقة اللي هي محتاجة عشان تبدأ تحسن من دخلها بينهم. كده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.